تعرف نفسك دكتور معلش. انا دكتور صلاح علاني الفنان التشكيلي. اما المليونيه فهتبقى مليونيتين. خلاص احنا عرفنا ايه مكاننا بقى ميدان التحرير. خلاص هما ماسكين الصينيه بتاعه البسبوسه دي واحنا بقى ايه سايبينها لها سايبينها لهم عشان ان شاء الله بعد العيد في ميعاد كده 9/9 بعون الله وبعد 9/9/10 واي ارقام انتوا عايزينها. احنا هنرجع ناخد الميدان التحرير عادي. ليه؟ عشان محتاج الميدان التحرير وميدان القائد ابراهيم وكل الميادين لحد ما تحقق الثوره الشعبيه طلباتها اعاده توزيع الثروه المصريه على الجسم المصري بالعدل. مفيش حكايه 5% اللي بتحكم وماسكه الثروه والسلطه. لازم من دلوقتي يحضروا روحهم وجرهم هتنخفض هتتقسم وسطهم علشان سرقوا كتير وهبشوا كتير فمش هتنفع. الشعب المصري حقق كان فيه طلبين للثوره. الرجل الاولى هي القهر المصري والفقر المصري. القهر المصري انتصرنا عليه اهو دلوقتي بننتصر على اسرائيل. جدعان الشعوب العربيه ما كانتش قادره عليها. الشعب دلوقتي وهو واقف جنب جنينه الحيوانات حول اسرائيل لجبلات قرود كان اسرائيل جبلات قرود طالعه فوق الدور ال 19. شعب بينتصر وهو واقف بيتسحر فانتظرونا وتعالوا لنا من كل ميدان في مصر من اسكندريه لاسوان. اخرجوا في ميادينكم احتفلوا بالعيد وما بعد العيد بالثوره وكملوا الثوره. الثوره عمل عظيم ولا تقول عجله انتاج. لا عندنا انتاج ولا اطران. ده احنا بنعمل الثوره عشان ننتج. احنا بنستورد المخلل من لبنان والحاجات اللي اكل كلام من يا اخوانا. فمفيش حدش يتكلم عن عجله انتاج. الثوره هو منتج. الثوره بحد ذاتها عمل منتج. يعني هذه الثوره هي دلوقتي حاليا بتنتج ايه؟ بتنتج دلوقتي انها بترجع الحق العرب الاراضي السليبه. كل الاراضي السليبه الان بيراجعوا روحهم. هيراجعوا روحهم. هيقول لك بدل ما يجي لنا جيش من ده يلبسوا ويجوا لنا ندي لهم يا عم ونخلص. هنقول له بس والله مش هينفع يا مولانا عايزين القدس كامله. مفيش حاجه اسمها شرقيه وغربيه. شيل الزفت المباني بتاعتك ومستوطناتك هتتشال. ليه؟ عشان مصر اذا اراد لازم يتحقق. والاراده هي خدت القرار. مصر خدت القرار. القرار طلع في الهواء بقى حقيقه. هيبقى حقيقه بعد شهر على راي عبد الحليم في يوم في شهر في سنه. احنا ما وريناش حاجه والله. وقال انا بحب دايما النتائج المتاخره عشان نحب احنا كمصريين نستمخ. احنا بقى امة الاستمخاخ. وعندنا مثل يقولك يا نيل يا ابو بال طويل وطولة البال تناول الامل. ومبروك علينا ثورتنا المستمرة وعلى الشعب. ثورة شعبية مش بتاعت بهوات ولا بتاعت طبقات عليا. لا 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 انا بوصف ده يعني ثورة شعبية يعني اعادة توزيع الثروة على بداية من الفقير. لانه ادنى واحد اغنى واحد سرق من ادنى واحد. فاعاده هيكله من غير ده يا اخوانا مفيش ثوره. لو عملت غير كده يبقى بتضحك عليكم. لو اتشكلت احزاب واتعمل برلمان وحافظ على نسبه ال 5% اللي ماسكه الثروه والسلطه واحنا بعدنا قاعدين وكان الفقر قدر. الفقر مش قدر. ابتدع من الفلوس المسروقه ان الفقر ليس قدر. وحتى شيوخنا الناس كانوا يقول لك الفقر ربنا بيختبركم بيه. اتضح لربنا بيختبرنا بيه ولا حاجه. ده احنا مسروقين بالمليارات. ده ربع فلوس المسروقه تخلينا نقعد 20 سنه بناكل بقلاوه وما بنشتغلش. بس احنا مش الامه دي. ولكن بنقول ده علشان والله ما هينفع. والله ما هينفع غير لازم يرجع الحق من اول واحد ماشي حافي. يبقى البيت بتاعنا هو اللي ماشي في الشارع بيشمش بذنوبه. ده بطل الثوره المصريه وده طلب الثوره المصريه. ولازم كل اللي سامعيني في كل اقاليم مصر وفي كل انحاء مصر ثوره الفقراء. هذه ثوره الفقراء لان هم مش فقراء. فور الذين افقروهم. ولكن لازم ثوره الفقراء. ثوره استرداد الحقوق المنهوبه. خلاص لان خلاص الحريه خدناها وان شاء الله هنكمل طلبنا ايا ما يكون. وادي اسرائيل اهو بنعمل بعد عالمي وكوني لثورتنا. وان شاء الله ثورتنا منتصر. منتصرين. خلينا منتصرين. اشهد مسرور.